واحد فيه في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. امال اللي انا قتلته ده مين؟ لا 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 لا، الموضوع فيه لعبة كبير قوي وانا مش تلميذ عشان اقعد بالسهوله دي. انا جهزت خطه ما تخرش الميه عشان نعرف مين اللي قتل ابنك، لان ممكن يكون الورق معاه واحنا لازم نوصل له قبل اي حد. الورق ده لو ظهر او اتنشر هتطير رقاب ناس كتير ورقبتك اولهم يا رياض. اتكلم معايا كويس يا ولد، ما تنساش نفسك وانت بتتكلم معايا. انا اللي نسيت نفسي لما رحت اتجوزت من ورا اولادي وفتحتهم. انا اللي نسيت نفسي لما حاولت اهدم الامبراطوريه اللي ابويا عملها لينا كلنا. في ايه يا طارق؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ نوع على شر؟ هيعمل ايه؟ انا حاسس ان في لعبه كبيره قوي بتدور حواليا. حقك يا باشا، موضوع ان عمرو لسه عايش ده مش داخل دماغي ببصله. يعني انت موافقه تتجوزي طارق الشرقاوي؟ انت اكيد جرى لعقلك حاجه. يبقى اتجننت لو عملت العرض ده. بصراحه ما اتحدث عليها من كل حته. صراحة مش عارف فيه. أنا بعرف كل هيدا يا حبيبي ومش قادرة هيدا الشيء. لا يا خالد، أنت زعلان ومتغير كمان. من يوم العيادة لما فراس طلب منك إنك تنزل تنقي معانا الشقة. بالعكس. ألف سلامة عليك يا غالي. يمين بالله أنا لسه داعي لك وأنا بصلي إن ربنا يفك ده. القضية دي متفصلالي. متفصلالي بالظبط. والواد حازم ابن فريدة ده هو اللي ورا كل حاجة بتحصل لي. إيه علاقتك بإيهاب صفية الدين؟ وانت مالك؟ ايه الاخبار يا اسامه؟ طمني.
ايه ده؟ مين؟ ايه ده؟ مين؟ واخدني فين؟ اوعى 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 اوعى. اقعد يا ابراهيم. ايه مش عارفني مين؟ سفيناز؟ لا برافو عليك. وانت عامله في نفسك كده ليه؟ قصدك اللي انت عملته فيا يا ابراهيم، انت اللي عامل فيا كده. وعماله تشتغليني وتقولي لي تعالى عايزاك تشطب لي شقه. بتشتغليني يا سفيناز؟ ما انا عارفاك كلب فلوس، مش هتنزل تقابلني غير لو الموضوع فيه لقمه حلوه. انت هيفضل لسانك زفر كده على طول؟ وبعدين انت ما انتش خايفه ابلغ عنك البوليس يجي يقبض عليكي؟ لا يا ابراهيم انا مش خايفه، ما تقلقش انا مامنه نفسي كويس جدا. ومامنه نفسك ازاي بقى ان شاء الله؟ بداية إبراهيم. يا نهار أبوكي أسود. وطي صوتك يالا. أنت عايزة تقتليني؟ يا ريت يا ريت أقدر أقتلك. كنت قتلتك مليون مرة بعدد الأيام اللي أنا تعذبت فيها معاك، وكنت شربت ساعتها من دمك يا واطي. مين اللي يشرب من دم مين؟ ده أنت بجح على رأي المثل اللي اختشوا ماتوا. لو قول لي حسين، هو انت وياسين قافشين على بعض ولا ايه؟ بتقول كده؟ لا ابدا، اصل من يومين كده لقيتكم واقفين قدام بعض في الشركه، هو راح داخل يمين كده كانه مش عايز يقف كده معاك. اكيد متهيألك يعني. يمكن، بس بصراحه اصل انتوا الاتنين مختلفين عن بعض خالص. وايه الجديد يا عم حازم؟ ما كل الناس بتقول كده. لا بس الحقيقه يعني انت شرق وهو غرب. هو راجل بتاع شغل وملتزم وبتاع، انما انت بقى ايه؟ شيطان؟ لا يا عم مش شيطان ولا حاجه، بس انت بتاع شغل عندك طموح عايز تبقى حاجه يعني. انا بصراحه عمري ما تخيل ان اخوك ده ممكن يبقى صاحبي. لا ما اخويا ده بقى لايق على اخوك خالد، هما الاثنين كده تحسهم واحد. على رايك. بقول لك ايه صحيح؟ هو انت ما فكرتش تتجوز؟ اتجوز ايه يا عم حازم؟ هو انت مش شايف جوازتك عامله ازاي؟ هو انا ناقص حد يقعد يخرب لي حياتي؟ طب انا يا عم حظي طلع وحش، انما انت ممكن تتجوز واحده كويسه وتظبط لك حياتك كلها. لا انا كده حياتي زي الفل، مش عايز حد يظبطها لي. انت متجوز الفلوس. يعني ايه؟ يعني لو فتحت دماغك هتلاقي رزم فلوس قاعده. طب ما دي حاجه حلوه، هي دي حاجه وحشه؟ طبعا حاجه حلوه. هو ده اللي خلاني بحبك وعايز اشتغل معاك. بس هتصدق يالا برغم حبك للفلوس بس جدع جدع مع صاحبك عمرك ما تبيعه. انت ايه اللي بيخليك تقول كده؟ كفايه موقفك مع عدنان. عدنان؟ اشمعنى يعني؟ يعني واحد غيرك كان حطه على هجره وعامل بيه بيزنس قد كده من غير ما يرجع لي. ليه يا حازم؟ هو انت ناسي ان انت اللي مظبط كل حاجه ومخطط لكل حاجه؟ انا اللي مخطط اه، بس برضه كان ممكن تاخده على جنب من ورايا وتعمل بيه بيزنس ولا هعرف عنه حاجه. حرقت الشقه وحرقت شقه عمري وقلبي معاها، عايزه تنتقمي مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. شقه مين يا واطي اللي انا احرقها؟ وانا احرق شقتك ليه يالا؟ والله عشان تنتقمي مني. وانتقم منك؟ انا لو كنت عاوزه انتقم منك يا ابراهيم اللي يخليني استنى المده دي كلها علشان انتقم منك واحرق شقتك ليه؟ ما تشغل بقى دماغك البايظه دي يالا. انت عايزه مني ايه يا سفيناز؟ ادم فين يا ابراهيم؟ ادم؟ ادم مين؟ ادم مين؟ ادم ابني. انت كمان نسيت ابنك يا ابراهيم؟
انت هتستهبلي ولا هتستعبطي وانا اللي عمال الف وراكوا عشان اعرف ولادي فين؟ ابراهيم بلاش شغل اللوع ده عليا. وديت ابني فين يا ابراهيم؟ ابنك؟ ابنك مع اختك ميرفت يا سفيناز، وانت عارفه كده كويس. ادم اتخطف يا ابراهيم، وانت اللي ورا الموضوع ده. ايه؟ ادم ابني انا اتخطف؟ بقول لك ايه يلا، بطل شغل التمثيل ده عليا واللوع. وديت ادم ابني فين؟ اقسم بالله العلي العظيم انا ما اعرف. بقول لك ايه، انا اقسم بالله لو ابني ده جراله حاجه لا هعملك المسؤوليه انت واختك. يا نهار اسود، امال بسبتي النيله؟ ابراهيم انت بتتكلم بجد؟ الموضوع فيه ابننا يا ابراهيم، بتتكلم بجد؟ والله العظيم ما اعرف عنه اي حاجه. يا نهار اسود، امال مين اللي خطف ادم؟ قولي لي بقى، ده فيلم جديد داخله بيه عليا صح؟ اقسم بالله العلي العظيم يا ابراهيم، ادم اتخطف واللي خاطفينه وطالبين مني فديه 1,000,000 جنيه. لا لا، اقعدي كده بقى واهدي وصلي على النبي واحكي لي بقى قالوا لك ايه بالظبط ان شاء الله. دول هم يا ابراهيم. طب ردي ردي. الو، جهزتي الفلوس؟ لا انا ما جهزتش، مبلغ كبير قوي عليا. يبقى هنقتله؟ لا، ابوس ايدك، ابوس ايدك ورجلك، تقتله ايه؟ اديني اديني مهله اسبوع. ايوه اديني مهله اسبوع هدمر فيها المبلغ. ابوس ايدك، ابوس رجلك، ما تقتلش ابني، ابوس ايدك. الو، انت مين؟ انا ابو الولد. جهزت الفلوس؟ لا حضرتك، كان يعني المبلغ كبير قوي، يعني مفيش اي فرصه لان احنا نتفاوض بس نقلل المبلغ شويه. جت جاهز الفلوس يعني زي. لا 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 لا، ما تاذيش الولد ولا حاجه. لا احنا هنتصرف، احنا هنتصرف. ادم يا ابراهيم، مصيبه. ايه يا حازم مالك النهارده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا اللي في ايه؟ عمال تجيبني وتوديني في الكلام، ما تلخص يا حازم تقول لي في ايه؟ هجيبك واوديك في الكلام؟ تصدق ان انت عيل زباله؟ لا، عمال اقول لك انت صاحبي ورجوله وعمرك ما تبيع صاحبك، تقول لي الكلمتين دول؟ يا ده عيب عليك يالا، ده انت تعرف اسرار اهلي ما اعرفهاش عني. الو، ماشي يا باشا، تمام. طيب انا 5 دقايق كده وهرجع لك. هتروح فين يا حازم؟ يا عم خمس، انت خايف ولا ايه؟ ما تخافش. ماشي، بقول لك ايه صحيح، اديني الطبانجة اللي في التابلوه. طبانجة كمان؟ معلش. يا نهار اسود يا حازم، انت هتعمل بيه ايه ده؟ ولا اقول لك؟ خليه مش محتاج، دقيقتين وهجيب لك. مش عايز اكل، انا عايز ماما او طنط ميرفت، انا عايز ماما. ابراهيم ده تعبان وممكن يلدغ في اي لحظه. اقول لك ايه يا ميرفت، انا ما بقاش هممني اي حاجه خالص،
وانا يعني كنت عملت كل ده علشان مين؟ ما علشان ولادي، وهو ادم اتخطف مش عارفين طريقه. هو بس يرجع لي ابني ويعملوا فيا اللي هم عايزين، يعدموني يسجنوني. انا المهم عندي يا ميرفت ولادي يبقوا كويسين وفي سلام. حبيبتي ولادك محتاجينك، نفسي افهم ايه الاستبياع ده. انا اصلي ما كانش عندي ادنى شك ان ابراهيم مش هو اللي خاطف ادم، علشان كده رحت له، ويا قاتل يا مقتول. انا كمان برضه ما كانش عندي شك، بس مين هيعمل فينا كده؟ ده احنا غلابه. ده طالب 1,000,000 جنيه يا ميرفت. 1,000,000 جنيه؟ ايه 1,000,000 جنيه؟ ومين يتخيل ان معانا مبلغ زي ده اصلا؟ كلميني على الرقم ده. مين؟ اكيد حد من العصابة. حد من العصابة يكلمني يقول لي كلميني على الرقم ده؟ ليه؟ ما معهوش فلوس علشان يكلمني؟ الو؟ ايوه انا. طب استنى بس، اديني مهله اسبوع. الو الو. قفل. الو سنترال. لا حضرتك انا اسفه، طلبت النمره غلط. شكرا، مع السلامه. بيكلمني من السنترال، من نمرة في الشارع، علشان كده لما بعتلي بيقول لي كلميني. ايوه يا فندم، بقول لسيادتك ايه؟ ممكن نتقابل النهاردة ضروري؟ على فكرة في حاجة مش طبيعية بقى، العصابة هتسيب ولاد المليونيرات ويخطفوا ولاد الغلابة. لا وكمان بيطلبوا فدية 1,000,000 جنيه. أنا عندي شك إن الموضوع ده مش طبيعي. إبراهيم اللي كنا بنشك فيه طلع بريء وملوش دعوة خالص بالموضوع. بس أنا برضو مش قادرة أطمن لإبراهيم. لا يا ميرفت، مش إبراهيم، وأنا متأكدة من الكلام ده. زي اسمي بالظبط، الموضوع خارج إبراهيم تماما. طب يمكن حد متغاظ منه، انت عارفة بلاوي كتير، خطف العيال وقال ياخد فدية انت فاهمة، أعداؤه كتير يعني. ايه يا ميرفت اللي انت بتقوليه ده؟ بقى واحد عدو لإبراهيم وعاوز يغيظه يقوم يخطف ولاده ويجي يساومني أنا؟ طب ازاي يساومني أنا ازاي؟ ليه؟ هو عارف ان انا عايشه؟ انت نسيتي اساسا ان انا في نظر الناس ميته. بس ابراهيم هو عارف انك عايشه. ما هو ده اللي هيجنني، وده اللي مش لاقيه له تفسير خالص. انا لو اعرف مين اللي عارف ان انا عايشه، اعرف مين اللي خطف ادم يا ميرفت. عندك حق، انا بقى نفسي اعرف مين له مصلحه في كل ده. لا، كل اللي هاممني دلوقتي ادم يرجع لي واخده في حضني، وما يهمنيش اي حاجه تانية. ان شاء الله يا حبيبتي هيرجع لك. يعني ايه مش موافقين؟ يعني هاني يا اختي لتبقى صاحبه يارا بنتك الانتيم، وهي اللي جايباني ان انا اشتغل معاك. اكيد مش فجاه هتلاقيني اتجوزت ابوها. طب وماما مش موافقه ليه؟ غالبا نفس السبب ده اللي خلاها توافق ان انا اتجوز واحد متجوز ومخلف، وفرق السنه اللي بيني وبينه كبير. طب ايه يعني يا ريم؟ يعني مصر كلها ستات متجوزه رجال اكبر منها في السن، ثم انا مش كبير قوي للدرجه دي يعني. بس متجوز ومخلف.
طب وعشان انا متجوز ومخلف يعني اروح في نفسي بالحياه؟ ماما مش هتوافق ابدا ده يحصل. ايه اللي يخلي ام تقبل ان بنتها اللي عمرها ما اتجوزت تتجوز واحد متجوز ومخلف، وبعدين هتبقى كمان الزوجه الثانيه؟ يعني انت لو جه لبنتك عريس وقال لك ان بنتك هتبقى الزوجه الثانيه هتوافق بحاجه زي دي؟ اشك. انت هترفضه باصرار شديد كمان. بص يا ريم، كل موضوع له ظروفه، وكل واحده وليها ظروفها الخاصه اللي تختلف عن الثانيه. انا العريس اللي ممكن يجي لبنتي انا ما اقدرش احكم عليه، لان ما اعرفش حتى ايه ملابساته وايه ظروفه. يعني ممكن اقبله وممكن افرض. لا انت بتضحك على نفسك يا طارق، عمرك ما هترضى بحاجه زي دي. طب احنا مش هنسيب الموضوع بقى اللي جاي نتكلم عشانه يا ريم، ونقعد نتكلم في عريس تخيلي ممكن يجي لبنتي؟ يعني لا انا مش جاي اتكلم في عريس تخيلي ولا بتاع. انا كل اللي عايز اقوله لك انك تحط نفسك مكان ماما، لان انت مستغرب قوي رد فعلها، مع ان رد فعلها مش غريب. بص يا ريم، انا عايز اقول لك على حاجه وعايزك تصدقيني. انت مش بالنسبه لي اي واحده كده انا عايز اتجوزها ولا اشتريها بفلوسي. لا انا حبيتك فعلا. انا مش ذنبي ان انا اتجوزت جوازه فاشله وعشت طول حياتي ادور على الانسان اللي ممكن تفهمني واللي بجد ممكن ابقى سعيد معاها لحد ما لقيتك. كون بقى ان انا لقيت الانسانه دي الانسانه الصح في الوقت اللي مش صح، ده انا ماليش اي ذنب فيه. احنا حقيقي ممكن يكون القدر جمعنا في الوقت الغلط، لكن احنا ممكن نتغلب على ده. الانسان بيعيش مره واحده بس يا ريم، وانت كمان مش تتكرري في حياتي غير مره واحده بس. والله يا فندم انا حاولت بكل الطرق اوصل للمكان اللي فيه عمرو، لكن للأسف فشلت في عملية تعتيم وسرية تامة على مكان اللي فيه عمرو. مش ده أصلا لو كان عمرو عايش. قصدي حضرتك إيه؟ قصدي يا أسامة أنا حاسس إن في حد كبير قوي بيحرك الخيوط من فوق. زي مين سعادتك؟ زي عندك اللواء مجدي مثلا، أكيد مش ساكت. ثم حكاية اختفاء رياض الفولي قبل ما عمرو يظهر دي فيها إن؟ على العموم أنا كان في نقطة مهمة جدا كنت عايز أقول لسعادتك عليها. نقطة إيه؟ أنا بعد ما رجعت التقرير التفصيلي لتليفون عمرو لقيته مكلم اللي اسمه حازم هنداوي ده أكتر من مرة. كلمه قبل ما الجريمة تحصل بيوم، وكمان كلمه قبل ما الجريمة تحصل بساعتين. وآخر رسالة اتبعتت من تليفون عمرو كانت لإيهاب ابن حضرتك. قول لي يا أسامة، انت قريت تقرير المعمل الجنائي ده؟ اكيد طبعا يا فندم. ما لفتش نظرك حاجه فيه؟ زي ايه سعادتك؟ ان التقرير بيقول ان جثه عمرو اتصاعقت بصاعق كهربائي قبل ما تموت. فعلا يا فندم، مكان جثه عمرو وهي على الارض تتنافى مع مكان الطلقه اللي انضربت عليه. عارف ده معناه ايه يا اسامه؟ معناه ان سعادتك ان عمرو اتقتل وهو مرض، وبعدها القاتل فك الرباط ورمى جثه عمرو على الارض. تعرف يا اسامه، كده بقى للاسف ايهاب ابني اتعرض لحكايه مدبره باحكام. انا حاسس ان الولد اللي اسمه حازم ده ورا كل اللي حصل. انا اشرف اقول لك محتاج لك وعايز اقابلك امبارح، تيجي لي تاني يوم؟ ما انت ما تعرفش اصلك اللي حصل لي امبارح بعد ما قفلت معاك. حصل لك؟ ايه اللي حصل تاني؟ انا خالد خطف. خالك مين؟ رياض الفولي؟ ازاي ده حصل؟ بعد ما قفلت معاك عديت عليه عند الفيلا، لقيت عربيته مرميه في الشارع ومركونه ومفتوحه. وبعدين ايه اللي حصل؟ يا رب يا رب يا خالد، التنازل اللي عملته لك ده ما انت مش عارف. بصراحة أشرف أنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل لنا. فعلا موضوع خالد ده رخر غريب قوي. المصيبة اللي أنا فيها ما حاولتش تفكر لي في أي حل يخرجني من اللي أنا فيه ده. بقول لك إيه؟ أنت هتعرف نفسك ليه؟ حتى لو الفيديو وصل لياسمين ولقى إن الكلام ده حصل قبل ما أنت تعرفها.
بعدين يا اخي انت راجل يعني في الاخر خلاص يعني ما يعبكش حاجه يا عم، كأن شهره ليك. زميلتك انت تصدق اللي انت بتقوله؟ انا عارف اشرف ان انت فيك اللي مكفيك، موضوع خالك ده مضايقك ومعرفك، بس انا ماليش حد غيرك انت وخالد بحكي معاهم وبقول لهم على كل حاجه. خالد ده اخويا الكبير، انا عمري ما اقدر ادخل عليه واقول له مصيبه زي اللي حصلت دي. معلش يا اشرف، انا بس مش عارف افكر لوحدي، وبعدين ياسمين دي شافت حنين قبل كده يعني عارفاها. خلاص يا يوسف، قول لها ان الكلام ده حصل من زمان، قول لها ان انت بتعرف البنت دي اصلا من سنين. الفضيحه فضيحه يا اشرف، الستات ما بتفرقش معاها زمان ولا دلوقتي. انت عارف المشكله الوحيده بالنسبه لي ايه؟ ان انا بحبها. بقول لك ايه، ما هي لازم برضه تسامحك يعني، مفيش راجل ما بيغلطش. انا ماشي يا اشرف، سلام. ازيك يا روح قلبي؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ ايه الشياكه والحلاوه دي؟ ده ايه الكلام الحلو ده؟ قالوا لي انك بتحضري شنطتك، قلت اطلع اقعد معاكي شويه عشان هتوحشيني لما تسافري. انت كمان هتوحشني. اخبار شغلك ايه؟ تمام. على فكره ايهاب خرج. انت عرفتي ازاي؟ هو كلمك؟ لا لا خالص، ما كلمنيش خالص، هو بس كلم يارا النهارده في الشركه. انت شفتيه؟ لا ما شفتوش خالص، هو كلمها بالتليفون وكان واقف تحته وهي نزلت له. ماشي. طبعا مثلا انا مش عايز اسمع سيره الواد ده تاني. ولا انا، بس يعني حاجه زي دي حصلت كان لازم اقولها لك. برافو عليك يا حبيبتي. عامه الواد ده لو شفتيه في اي حته مش عايز عينك تيجي في عينه، ولو استقبل وفكر يجي يتكلم معاكي تقلعي جزمتك وتديها له على دماغه، لان هو ده مقامه. طبعا على فكرة أنا مش محتاجة تقولي الكلام ده، ده واحد كان يتسبب في سجن جوزي، ده أنا لو كنت أطول كنت قطعته بسناني. ياه للدرجة دي بتحبيني؟ طبعا، أنت مش جوزي ولا إيه؟ بقالي كتير قوي ما سمعتش الكلام الحلو ده. معلش هنعمل إيه، ما هي الظروف كلها يعني مشاكل كتير ورا بعض، بكرة كل حاجة تتحل والدنيا تهدى وأقول لك كلام حلو كتير إن شاء الله. عامةً أنا مبسوط إن أنت مسافرة عشان تغيري جو. إن شاء الله. ألو؟ مين؟ إيهاب. إيهاب صفي. أنت بتتصل بيا ليه؟ عايز مني إيه؟ عاوزك تقابلني النهاردة. أنت هتستقبل يالا ولا إيه؟ أقول لك إيه؟ غير قلة أدب عشان مصلحتك. وأنا إيه مصلحتي معاك إن شاء الله؟ قابلني النهاردة بالليل في الزمالك، أنا هكلمك تاني أقول لك المكان والميعاد بالظبط. سلام. أنا مش قادر أفهم لحد دلوقتي القضية الغريبة دي، بجد مش قادر أستوعبها. أنا عمري في حياتي ما مرت عليا حاجة زي القضية دي، يعني واحدة تدعي إنها ماتت وتقدر تختفي في نفس البلد طول المده دي كلها. تقدر تقول لي كانت فين؟ معرفش سعادتك، هي اصلها استاذه في التنكر، دي بتلبس راجل اقسم بالله مستحيل تفرقها عن الراجل الحقيقي. وهي اتعلمت فين فن التنكر ده؟ وبالاتقان اللي انت بتتكلم عليه ده؟ دي مهندسه معماريه يعني. ايه علاقتها بالتنكر؟ انا مش فاهم. انا هقول لسعادتك. صفي ناس كانت زميلتي في الكليه. اتعرفت عليها في مسرح الجامعه. كنا بنعمل مسرحيات وكده، وهي كانت بتعمل الملابس بتاعت الفرقه المسرحيه كلها وبتمثل في نفس الوقت، وفي يوم مثلت دور راجل خدت بيه احسن ممثله على مستوى جامعه القاهره كلها. قلت لي بقى علشان كده بتقدر تتحرك وهي متنكره في شكل راجل. بس الحاجه اللي انا مستغرب لها قوي كمان هي ازاي قدرت تظبط انهيار البيت وهي بس اللي فيه، وكمان تنجى من انهيار العماره. انا فاهم سعادتك، صفي الناس دي مهندسة معمارية، وأي مهندس معماري يقدر يعرف إذا كان البيت ده قايل للسقوط من العمود الخرسان، وهي كانت عارفة
ان البيت ده هيقع. دي قصه غريبه قوي. المهم نرجع لموضوعنا. هي واثقه فيا ثقه عمياء دلوقتي. تمام يا استاذ ابراهيم. انا عارف مكانها ومكان اختها، وهي اكيد بتدبر لمصيبه علشان تجمع الفلوس الفديه. بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ ابراهيم، انت لازم تقدم بلاغ رسمي في موضوع خطف ابنك ده، وسيب الباقي عليا. اسيب الباقي عليك ايه؟ ما انا خايف اعمل بلاغ حد يأذي الولد. لا 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 لا، محدش هيقدر يعمل اي حاجه. انا هخليك تقدم البلاغ دلوقتي وما تقلقش من اي حاجه. طيب وبالنسبه للي اسمها صفينيز دي هتعملوا معاها ايه؟ على فكرة كويسة قوي الخطة اللي هتعملها دي يا مجد. ما أنا مفيش قدامي غير كده ساعتك، أعمل إيه؟ عندك حق، الموضوع ده يا مجد جنة لا كان على البال ولا على الخاطر. أهي مصايب ساعتك، الواحد يصحى من النوم يلاقيها، هنعمل إيه بقى؟ بس أنا المهم بالنسبة لي الورق. ما أنا ساعتك عامل كل ده علشان الورق. في حاجة كمان، رياضي الفولي لازم يختفي عن الأنظار شوية. رياض بالنسبة لنا بقى مشكلة. طب حضرتك تؤمر بإيه بالنسبة لرياض الفولي وأنا أنفذه فورا؟ أنا هبقى أقول لك تعمل إيه بالظبط بالنسبة لرياض. صراحة يا مدام فريدة أنا ما أعرفش في الظروف دي إيه اللي بيتقال يعني، بس ببساطة كده أنا طالب إيد ملك. خلاص. نسأل بقى العروسة. رأيك إيه يا ملك؟ قدرنا
شكراً.